لم تمر الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان برداً وسلاماً على الصائمين، رغم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة من أجل خفض أسعار الخضر والفواكه، وإن كانت قد ساهمت في انخفاضها نسبياً واستقرار في بعض الأصناف. جولة في الأسواق كشفت عن ما يتداول من أسعار، حيث بلغ سعر الطماطم حدود 110 دنانير، وهي التي كان سعرها في أول أيام رمضان 150 دينار. أما البطاطا فبلغ سعرها 50 دينار بدل 70 دينار. أما الفلفل فبلغ سعره 150 دينار عوض 180 دينار. في ميجو تاع رمضان ولا بارابولتو كان نقصت شويه بزاف. طوماطيش كانت 15000 16000 14000، الطرشي كان 18000، طوماطيش 11000، قرعه 9000 كان 18000 17. راهم كاع مثلا باذنجان 12000، اللي كنا بكري ب 6000 7000، الزروديه راهي 9000 8000. بالمقابل المواطنون والتجار على حد سواء امتعضوا من أسعار الفواكه التي وصلت إلى مستويات قياسية، حيث أرجع التجار سبب الارتفاع إلى احتكار تجار الجملة الذين يخزنون كميات معتبرة ويرفضون إخراجها إلى السوق. هاك شوف انت البنان 67000، وش يدي هذا؟ لازم يجي مع أردونوس كما قال لك. إيه دوك انت البنان لو كان تلقى واحد ولا عنده شوية سلعة يخبيها ويجبد بشوية، يجبد بشويه وكل يوم يزيد له 4000 5000، كان تروح للفريكو تلقاهم كاع معمرين بالسلعه. شوف خويا العزيز، زوج حبات قريب 25000 24000 23000 شحال خلص 21000. كنا بكري هنا 21000 ماشي بكري، نولوا عام اللور ولا لول عام اللي فات 21000 تشري بها كيلو بانان. دوك ولينا نشرو جوج حبات بانان 21000. باطا فريزا كيلو فريزا ب 40000. حبه تفاح ما تضحكش، وش اقول الشعب الجزائري ما تضحكش، حبه تفاح ب 10040 دولار. اللحوم الحمراء والبيضاء هي ايضا لم تستثنى من قائمه الاسعار المرتفعه، رغم استيراد الحكومه كميات معتبره من اللحوم الحمراء وتسويقها باسعار مدعمه، الا انها لم تكن كافيه في ضبط الاسعار، حيث وصل سعر الدجاج الى حدود 470 دينار. 10 الاولين تاع رمضان والسومه يعني ما تغيرتش، مازالت تقريبا هي هي. الغلمي في الجيغو ولا في ليبول 1900، كما في ليكوت 1850. الواحد كيفاش يبيع الحب؟ كاين اللي يبيعوا 220، كاين اللي يبيعوا 250، هذه 118 بالنسبه لي انا اللي هي غاليه، انا فعلا باش ندي كيلو انا حندير طلب. رغم تسجيل انخفاض نسبي في اسعار الخضر، الا انها تبقى مرتفعه بالنسبه للمستهلك الجزائري الذي يبقى دائما في رحلة بحث بين الأسواق لعله يجد متطلباته التي تتناسب مع جيبه.